حبيب بونزل نائب الكاتب الوطني في اتحاد الوطني لسيارات الأجرة بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد العام مقاولة المهن. هذه وقفة احتجاجية خداوها الإخوان المهنيين اللي تيشتغلوا في محطة ليساس فولة زيان، على أساس أنه تيعيش عدة مشاكل في هذه المحطة ديال ليساس، لا من باع المتجولين لا كذلك من السيارات العادية داخلين وسط المحطة ديال الطاكسيات، وكذلك المشكل ديال الناس المرور، لان تنلاحظوا الناس المرور ما دايرينش خدمتهم، رغم انه الناس المسؤولين بما فيهم رئيس منطقه وكذلك العميد المركزي ورئيس الهيئه الحضريه كيعطي التعليمات ديالو قدامنا، ولكن الناس المرور ما كينفذوش التعليمات ديال الناس المسؤولين، يلاه تينفذوا التعليمات ديال الناس اللي ما عندهمش علاقه بالناس ديال الامن، وهذا الشيء راه معروف في هذه الاساسه وتنعيشوه، وراه القراويات خدامين في الشارع العام، الخطاف خدام في الشارع العام، ولكن ما كاينش شي واحد اللي يقدر يهضر معاه. رغم انه كيف قلنا الناس المسؤولين كيعطيو التعليمات ديالهم، ولكن الناس ديال المرور ما دايرينش خدمتهم، ما بغاوش يديروا خدمتهم، وحنا واقفين اليوم على اساس انه باش نفكوا هذه المشاكل اليوم، الا تفكات مزيان ما تفكاتش غنعتصموا في هذا الاساس قدام هذه المقاطعه هذه. وكذلك البلايك ديال الطاكسي اللي حطينا عده طلبات على اساس انه هاد المحطة اللي تيمشيو فيها الإخوان لولاد زيان من اللي دار الترميم ديال الرصيف ما بقاوش جابوا هادوك الناس البلايك، ودرنا مراسلات ودرنا طلبات وتا واحد ما استجب لنا، وكذلك واحد المحطة اللي هي تيديروا فيها الإخوان سباتة وتيديروا فيها الساحة حتى هي راه ما عطاهمش البلايك ديال الطاكسي. هادو هما المطالب اللي تنطلبهم، ونتمناو الجهات المسؤولة تفكر في هذا الباب ديال هاد الإخوان المهنيين. تحياتي. كما كتعانيو من هذا؟ دابا راه جاي لواحد 16 شهر وحنا تنعاني ومشينا عند الجهات المسؤوله، ولكن ما كاين حتى شي حاجه، والناس ضروا بغاو يخرجوا للشارع العام. واش كاين شي تواصل ما بينكم وبين المسؤولين؟ كاين تواصل، ولكن كاين الناس اللي كيستقبلوا، كاين الناس اللي ملي كتمشي كيقول لك اودي راه ما كاينش، وراه ديما ما كاينش. المطلب الاساسي ديالكم هو المطالب الاساسيه هو انه ذاك الطاكسي اللي كيدخل في الانتيردي باش يدخل المحطه ديالو خاص يتحيد هذا الانتيردي، اما يعطيونا بلاكه ديال الصلاحيه ديال الطاكسي يدخل مزيان، ما عطاوهاش لنا يعطيونا نديروا الرومبو كيف كيديروا الناس. هذه جهه. النقطه الثانيه هو الناس اللي عندهم الطوموبيلات عاديين وكيحطوهم لنا في الباركينغ ديال الطاكسيات، الناس المرور يديروا خدمتهم. النقطه الثالثه هما البلايك. وحنا ريحنا مع جهات المسؤوله، الناس الكبار ديال الامن عطاو التعليمات قدامنا، الناس المرور اللي ما دايرينش خدمتهم، راه العناصر ديال المرور هما اللي ما خدامينش، وهذا الشيء راه باين ومعروف. كذلك البلايك ديال الطاكسي، راه ملي دار الترميم ديال الرصيف والترميم ديال الشارع العام، راه البلايك ما جابوهمش لينا، ومشينا للناس وشكينا وعاود شكينا وعاود شكينا، ولكن ما كاين حتى حاجه والغالب الله. وكذلك الطاكسي القروي في ليساس، وكذلك النقل السري، راه ما كاينش شي واحد اللي تيهضر معاه ولا يقدر يهضر معاه. وكذلك البلايك ديال الساحه وديال سباته، راه حتى هما ما عطاهمش البلايك ديالهم. هادو كلهم مطالب ديالنا، كنتمناو هاد الرسائل ديالنا يوصل لوالي الجهه، لانه هو اللي يقدر يفك لنا المشاكل ديالنا، والي الجهه هو اللي يقدر يفك المشاكل. تحياتي. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.